بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرات السيدات والسادة، نرحب بكم جميعا في هذه النقطة الإعلامية المخصصة للإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 48 من القانون الانتخابي، حيث اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر 2024، وبعد اطلاعه على الفصل 134 من الدستور الذي ينص على ما يلي: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرح بالنتائج. وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقاً، والذي ينص في فصله الثاني والثالث على ما يلي: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وتتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها. وبعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت 2024 في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وحيث تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقاً لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي، ورغم مراسلة المحكمة رسمياً ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية. وبعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيل على المزكين، وعلى القضايا الجزائية المنشورة حالياً في مختلف محاكم الجمهورية في شأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعاً لشكايات مرفوعة من مواطنين، والتي بلغ عددها إلى حد الآن حوالي 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة، فضلاً على ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع، بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي، وتبعاً لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص على ذلك الدستور والقانون. وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جوليا 2024 والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، والذي ينص في فصله العاشر على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر 2024. وبناءً على كل ذلك، وبعد التداول، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تضم كل من المترشحين المقبولين نهائياً: أولاً السيد العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانياً السيد زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثاً السيد قيس بن المنصف صعيد. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى على أحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة ووعياً بدورها الوطني والتاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم، أو من كان حاملاً لجنسية أجنبية أو كان غير متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور. وسنسعى بكل ما أوتينا من إرادة وعزيمة على أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل. حضرة السيدات والسادة، لا يفوتنا في خاتمة هذه الكلمة أن نذكر المترشحين المقبولين نهائياً وعموم الناخبين التونسيين أن الحملة الانتخابية ستنطلق بإذن الله تعالى يوم 14 من شهر سبتمبر 2024، وأن آخر فترة لتحيين مراكز الاقتراع تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 2024، وندعو جميع الناخبين والناخبات إلى التثبت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة الهاتف الجوال نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز، وأنه بإمكانهم تغيير مراكز الاقتراع التي يرغبون في التصويت فيها يوم 6 أكتوبر بالنسبة للناخبين داخل تراب الجمهورية، وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالنسبة للتونسيين المقيمين خارج أرض الوطن، إما بالاتصال بمكاتب التحيين القارة والمتنقلة التابعة للهيئة أو عن بعد عبر موقع توانسا.ايزي.تيان. كما يمكن للناخبين أيضاً مواصلة التثبت في تزكياتهم الشعبية عبر نفس الخدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف دياز، والتبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية شعبية أو تحيل أو توزيع أموال، وذلك بالاتصال بأقرب مقر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكافة الولايات والمعتمديات. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.